الطلبة يقولون أنهم مستمرون في اعتصامهم إلى أن تتحقق مطالبهم. فما هي هذه المطالب؟ هذه اللافتة تشير إلى المطلب الذي تردد كثيراً في هتافات اليوم، إسقاط شيخ الأزهر. ربما تكون هذه هي المرة الأولى في الذاكرة المعاصرة التي يتردد فيها مثل هذا الهتاف داخل مشيخة الأزهر وبهذه الأعداد الكبيرة. المطلب الثاني هو على الأقل رحيل رئيس جامعة الأزهر. القصة التي بدأت بوجبة دجاج مسممة كما يقول الطلبة تحولت الآن لتهدد أرفع منصب ديني في العالم الإسلامي، منصب شيخ الأزهر. أنا طالب من طلاب الأزهر منتخب من حضرتك، يسقط يسقط شيخ الأزهر، يسقط يسقط شيخ الأزهر، يسقط يسقط شيخ الأزهر، يسقط يسقط شيخ الأزهر. كانوا بيقبلونا بالسخرية وكانوا بيسخروا مننا وقلنا لهم الأكل في ديدان والأكل والعيش في رمل وفي زلط، والله العظيم إحنا لقينا مسمار في رغيف العيش. يعني الحياة في المدينة الجامعية سيئة منذ فترة. هناك من يعتقد أن هناك توظيف سياسي أيضا لهذه القضية بالهتاف ضد شيخ الأزهر. لا لا، ما فيش حاجة اسمها، ما فيش طالب أزهري، ما فيش طالب أزهري، حتى اللي تخرجوا من دوقت لعشرين سنة كلهم بيطالبوا بإقالة شيخ الأزهر. ينفون أن تكون المسألة مسيسة وأنها هذه التظاهرات تستغل لخدمة أغراض سياسية ضد شيخ الأزهر. يقولون أن ما يعانون منه داخل المدينة هو السبب الوحيد لقدومهم إلى هنا اليوم. أنا طالب أزهري. خالد عز العرب، بي بي سي، من مشيخة الأزهر القاهرة.